يلا مشاهدينا الكرام، امسيه سعيده ومرحبا بكم في حصتكم المحبوبه. واش نطيبوا اليوم؟ كما جرت العاده دائما نجيبكم بوصفات يكونوا رائعين وفي متناول الجميع. اليوم حبيت ندير لكم وصفتين بزاف شابين. قعدوا معايا غير بركطوني سويعه من وقتكم، ورقه وسياله باش تدونوا معايا الوصفات تاع اليوم اللي راح ان شاء الله ينالوا اعجابكم. ما عليكم غير تقعدوا معنا باش تتبعوا كامل المقادير والتكنيك تاع الوصفات تاع اليوم. كما رانا نشوفوا لنا دخلنا في الفصل اللي فيه الفلور، فلور او الشي فلور كما نقولوا راهو متوفر باسعار مناسبه. انا حبيت ندير لكم اليوم طريقتين تاع الشي فلور. حبيت ندير لكم كما راكم تشوفوا هنا قدامكم طاجين شي فلور، راح ثاني راح نمدلو بواحد لاستيس جديده راح تعجبكم وراح يجي بنين بنين. وحبيت ندير لكم ثاني كما راكم تشوفوا غراتان شي فلور مي بطريقه جديده. يلا مشاهدينا الكرام، الحاجه الاولى راح نبداو بطاجين الشي فلور نتاعنا، وراح نزيدو نديرو الكراتا تاع الشي فلور نتاعكم. هذه الكراتا برك حبيت نقول لكم باللي راح تجي عليه شكل بيتزا، راح تعجبكم وتنال اعجابكم ولادكم ثاني راح يديروا حاله بها. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام كما راكم تشوفوا انا جبت راس تاع شي فلور يكون صغير بيض نقيق الا الله، كنت غسلته مليح وكنت غليته في شويه ماء وشويه ملح. كنت غليته عطيت له نص لاكويسون نص طياب في الماء والملح وحطيته على الجانب خليته حتى وين برد. عندي حوالي زوج حبات تاع بصل كنت قطعتهم شرائح رقيقه، عندي زوج حبات تاع طماطم تانيك قلت لكم هكذا باش تشوفوا اليز، زوج حبات تاع طماطم مشاهدينا الكرام كنت نقيتهم وقطعتهم تانيك شرائح رقيقه، عندي شويه معدنوس، عندي حبيبات بيض، عندي فلفل الكحل، عندي سكنجبير، عندي ثوم، عندي طماطم مصبره، عندي شويه درسه والهريسه وشويه عكري وشويه كركم. يلا الحاجه الاولى برك مشاهدينا الكرام راح نجيب طاجين كيما راكم تشوفوا قدامكم. بسم الله الطاجين هذاك واش راح ندير له؟ راح ندير له شويه زيت ولا شويه زبده. انا راح نستعمل الزيت اليوم بسم الله، ندير له كميه تاع الزيت بالشكل هذا. يلا مشاهدينا الكرام ركزوا معايا مليح من فضلكم. حبيت نقول لكم برك باللي هذا الطاجين ولا هذيك شغل الشطيط حاشي فلور مي بطريقه بزاف راح تعجبكم. هذيك الزيت اللي درناها مشاهدينا الكرام بسم الله واش راح نديروا عليها؟ راح نديروا عليها البصل. يلا راح نديروا عليها هذوك الشرائح تاع البصل كنت قطعتهم بشرائح كما راكم تشوفوا، وراح نزيد عليها الطوماطيش بعد ما يدبل لي شويه البصل. الحاجه الاولى نخليو البصل هذاك حتى وين يدبل لنا شويه، وراح نزيدوا عليه الطوماطيش ونزيدوا عليه الثوم ونزيدوا عليه لي زيبيس. صدقوني برك باللي راح تجيكم روعه. وفي الاخير راح نديروا عليه البيض. يلا دوك واش راح نديرو مشاهدينا الكرام بالنسبه للشي فلور نتاعي؟ بالنسبه للشي فلور نتاعي راح ندير له راح ندير زوج حبات بيض مع كميه تاع المعدنوس شويه ملح، نضربوهم في اناء ونديرو هذاك الشي فلور تاعنا في واسمو في هذاك المعدنوس والبيض ونقلوهم ونحطوهم على الجانب. ابخي راح نكملوا له اطيابو في لاصوص. يلا شوفوا معايا مليح، راح نجيبوا هذا الريسيبيون بسم الله، نديرو فيه زوج حبات تاع البيض بسم الله واحد الله عفوا، نديرو زوج حبات تاع البيض ونديرو عليه قريصه ملح وشويه معدنوس، نديرو عليه شويه تاع الملح قريصه تاع الملح بالشكل هذا وشويه تاع معدنوس، نديرو له كميه تاع المعدنوس. يلا شوفوا معنا قلتلكم نديرو له كمية تاع المعدنوس، نخليو نصف الكمية راح نستعملوها فيما بعد. راح نجيبو مغرفة نخلطو هداك البيض هكذا، راح نزيد حبة باش نخدم آلاز، راح نزيد حبة هكذا بالشكل هذا باش نخدمو قلتلكم آلاز. يلا مشاهدينا الكرام بالنسبة للناس اللي لحقوا بينا دوكا، جبت هذا الطاجين درت له شويه تاع الزيت ودرت له كميه تاع البصل، وخلينا قلنا لكم برك باللي حتى وين يتقلى مليح البصل نتاعنا حتى وين يتقلى ويدبال باش نكملوا عليه المكونات الاخرى. راح نخلوه منا على الجانب، راح نجيبوا بسم الله مقله، هذيك المقله هي اللي راح نقليو فيها الشي فلور نتاعنا بسم الله. راح نديرو لها كمية تاع الزيت. الشي فلور تاعنا مشاهدينا الكرام نعاود نذكركم باللي كنت ديجا غليتو في شوية ماء وشوية ملحة، نديرو كمية تاع الزيت، نجيبو
طبسي اللي حنحطوه فيه ما بين سخن لنا الزيت. يلا قلت لكم برك انا كنت غليت الشي فلور نتاعي نص طياب كما يقولوا، بعدها راح نرمدو ولا نغطسو كما تشوفوا هكذايا، ندير له هذا انا واش درت انا مش انا كان بالنسبه للناس اللي حكوا لنا يقولوا لي بزاف لازم تعاود لي روسيت، انا ما درت والو، انا درت ثلاث حبات بيض وشويه ملح، ثلاث حبات بيض شويه ملح وكميه من المعدنوس، هذا ما كان البيض والملح والمعدنوس. يلا نشوفوا برك البصل هذا منين داك ونخلطوه باش ما ينحرقناش، باسكو ما درناهوش الزيت بزاف، نخليوه قلت لكم هذاك البصل تاعنا حتى وين يدبال باش نزيدوا عليه الطماطم، باسكو علاش البصل نعرفوا بلي البصل يشد شويه في الطياب على الطوماطيش. يلا انا راح ندير مباشره، نخلو برك الزيت شويه تسخن وراح ندير مباشره الشيفلور نتاعي. يلا قلت لكم برك هذاك الشيفلور راح ندير له البيض والمعدنوس بالشكل هذا وراح نقليه على زوج جوانب باش كامل يدخلوا طياب. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم برك الطريقه راح تجيكم روعه، هذه لازم قلت لكم اليوم لازم تجربوها خاطر الشيفلور راهو في متناول الجميع، والطريقه هذه راح تجيكم بنينه ولازم تتبعوا معايا كامل الحصه باش تشوفوا كامل الجاستيس وتشوفوا الطريقه تاع الشيفلور. هذا الشيفلور بعد ما نقليوه راح يكمل طيابه في لاصوص، بعد ما يطيب لنا ولاصوص هذيك تتلبى الله الله راح نكسروا عليه حوالي 4 حبات حتى ل 5 حبات تاع البيض، وهذه لاصوص راح تكون ناروج، لاصوص حمراء وتكون ملبيه ما تكونش هذيك غرامه، ما نكثروش الماء بزاف، حنا قلنا شحال من خطره باللي معانا راح تتعلموا باللي كيفاش يقولوا بالعاميه العره تاع الطياب هو الماء باش ما يخسر لكمش طيابكم وتجيكم دائما لاصوص الله الله. لازم مشاهدينا الكرام ما تكثروش الماء بزاف في الطياب. فوالا راح نقليو هذو الريسان تاع الشيفلور نتاعنا هكذا بالشكل هذا، نسيو كيفاش نسعفوهم عفوا باش ما يتكسروناش، ممكن نكونوا نقلبوا فيهم ثاني نقلبوهم غير بالعقل هكذايا بالشكل هذا، قالت لي حوالي حبه صغيره هنا. يلا بالنسبه لمشاهدينا الكرام اللي لحقوا بينا دوكا واش درنا، جبنا قلت لكم راس تاع شيفلور كنت نقيناه وغسلناه غليناه في شويه ماء وشويه ملح ابخي خليناه حتى وين برد عفوا، وجبنا زوج حبات بيض حتى ثلاثه درنا شويه ملح شويه تاع معدنوس، وراكم تشوفوا كيفاش رانا نقليو في الشيفلور نتاعنا. وهنا جبنا طاجين درنا فيه شويه زيت ودرنا فيه حوالي زوج حبات تاع البصل، كي نشوفوه برك هكذا بلي الكاميرا مالي زاد مليح بدا يدبال، هكذا راه نشوفوا فيه ديجا بدا يدبال مليح بالشكل هذا. راح نزيدوا عليه مباشرة مشاهدنا الكرام، راح نزيدوا عليه هذوك زوج حبات تاع الطماطم، هذوك زوج حبات تاع الطماطم قلت لكم يكونوا شوية طايبين، من فضلكم يكونوا شوية طايبين باش يجونا طريين. بالنسبة لزيبيس تانيك مشاهدنا الكرام عندي غير فتة طماطم مصبرة تكون صغيرة ماشي معمرة مليح، عندي حوالي 4 سنات حتى ل5 تاع الثوم فوالا. وبالنسبة للعكري عندي مغرفة صغيرة تاع عكري وعندي شوية تاع فلفل الكحل، كمية قليلة تاع فلفل الكحل، وعندي شوية تاع كمون نحب بزاف الكمون وشوية اسكنجبير. يلا وعندي كمية تاع فلفل حار درسة ولا شوية تاع هريسة غير شوية بركا منكتروش بزاف، اللي عندهم الدرسه في الدار من الاحسن مشاهدينا الكرام، اللي عندهم الدرسه في الدار قلت لكم من الاحسن. فوالا وراح نديروا عليه هذاك القرن تاع الحار الله الله اللي راح يبنن لنا الماكله، نديروا له غير زوج طيبات هكذا. يلا دوك نشوفوا برك نقلبوا عفوا فوالا نقلبوا الريسان تاع الفلور اللي رانا نقليو فيهم
برك حبيت نقول لكم لازم تقعدوا معانا باش تشوفوا كامل الطريقه تاع الشي فلور هذا اللي راح يجيكم. قلت لكم روعه بطريقه جديده. حبيت نقول لكم برك بلي بعد ما نقليوه هذا الشي فلور نتاعنا راح يكمل طيابه في لاصوص اللي راهي قدامكم يلا بالشكل هذا. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم هنا واش درنا. درنا جوج حبات تاع بصل قطعناهم شرائح رقيقه، زدنا عليهم جوج حبات تاع طماطم، زدنا عليهم قرن تاع الحار هذا حبه تاع فلفل حار، درنا شويه فلفل الكحل وشويه كمون شويه سكنجبير، وبيان سور راح نزيدوا لهم الملح بالشكل هذا. يلا نزيدوا لهم كميه تاع الملح. دوك نزيدوا نقليوهم شويه، انتم عطي لهم حقهم مليح حتى وين يتقلى لكم مليح، ابخي نمرقوهم ونخليهم حتى وين يدبالوا لنا مليح هذاك البصل والطوماطيش باش نكملوا. مشاهدينا الكرام نحطوا هذوك الريسان تاع الفلور تاعنا يكملوا يطيبوا الله الله في لاصوص. دوك حنغطيوها نقصوا لها من الاحسن، نقصوا لها ونخلوها تكمل طيابها بتيفو. دوك انا نعس هذو الريسان تاع الشي فلور باش ما ينحرقوناش باش يطيبوا لنا كامل لي كوتي. نقلبوهم كيما راكم تشوفوا بالشكل هذا، هاي الطريقه راح تكون كيفاش نقليوه، طريقه سهله فوالا. نقلبوه برك مشاهدنا الكرام باش ياخذ كيما يقولوا من لي كوتي كامل لا فوالا، طريقه بزاف سهله. هادو ما سهله هذا على الكوتي هذا. يلا مشاهدينا الكرام باش نبداو الكراتا اللي حبيت نجيب لكم بطريقه جديده راح تجيكم على شكل بيتزا، راح يجيكم الكراتا هذاك على شكل بيتزا. واش عندي؟ عندي هنا حوالي نصف راس تاع كرومبيت كنت سكرفشتو كيما راكم تشوفوا، سكرفشتو عادي في سكرفاش في الخشين حطيتو على الجانب. دوك واش راح نزيدو؟ عندي هنا حبه فلفل حمراء، حبه خضراء وحبه اورانج، وعندي شويه هنا جبن مبشور، عندي زبوي تاع بون، عندي كميه تاع زيتون اخضر مقطع دي رومدال، عندي شويه ثاني زيتون اسود، عندي فلفل الكحل وشويه سكنجبير وكركم وراس الحانوت والثوم هكذا، وعندي مغرفه تاع فارينا ونصف باكي تاع لاليفير شيميك. هذاك نصف باكي تاع لاليفير شيميك مشاهدينا الكرام باش الشيفلور تاعنا ما يجيناش يابس في الفور وباش يجينا مفخفخ هكذايا شويه يجينا خفيف. هذا مكان. وعندي كميه تاع المعدنوس وثلاثه حبات بيض. دوك نبداو نشكلوا الكغاتا نتاعنا اللي راح يكون على شكل طريقه تاع البيتزا اللي راح تدير حاله. راني نشوف برك باللي راهي تقلات الله الله مليح. دوك واش راح ندير لها؟ انا عندي هنايا الماء سخون قدامي راح نمرقها، راح نمرقها بالشكل هذا. حنا نعطي لها الماء حتى وين شغل طيب لي هذاك البصل والطوماطيش مليحه باش ما يبقاش نمرق دو فوا تروا فوا. راح نخليها هكذا حوالي 10 دقائق تكون شرب الماء وما نطوف في نفس الوقت يكون طاب هذاك البصل والطوماطيش. راح ندير برك هنا ان بابي وراح نحي الريسان تاع الشي فلور نتاعي اللي كانوا ديجا وجدوا. نشوفوا برك اللي طابت نحيوها فوالا بالشكل هذا. راح نحيوها مباشره، هذه نقلبوها شويه على الجانب هذه باش تزيد طيب لنا. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم برك الطريقه راح تكون سهله، والبنه ما عندي ما نقول لكم، البنه جرب وما تخافش كما يقولوا. باسكو علاش؟ هذه الطريقه راح تكون جديده وبنينه بالنسبه للناس اللي ما يحبوش الشي فلور راح يولوا يحبوه. بالنسبه للناس اللي لحقوا بينا دوكا مشاهدينا الكرام، جبنا راس تاع الشي فلور كنا غليناه في شويه ماء وشويه ملح، بعد ما غليناه صفيناه، درنا جبنا ثلاث حبات بيض وشويه معدنوس شويه ملح وقليناهم كيما راكم تشوفوا. بعد ما قليناهم دوك نحطوهم على الجانب حتى وين مشاهدنا الكرام طيب لنا لاصوص نتاعنا، وراح يكملوا طياب نتاعهم في لاصوص هادو الريسان تاع الشي فلور نتاعي. راح نطفي على الفرن، نحو برك الزيت هذا من على الجانب فوالا. وبالنسبه للاصوص مشاهدنا الكرام درنا شويه زيت، درنا حبه تاع بصل مقطعه شرائح صغيره،
ودرنا ثاني زوج حبات طوماطيش نقيناهم وقطعناهم وشويه كمون شويه فلفل الكحل شويه سكنجبير والملح والزيت. هذا واش درنا والثوم، هذوما حنخلوهم منا على الجانب ونبداو نشكلوا الكراتان نتاعنا اللي راح يكون على شكل بيتزا بطريقه جديده. يلا مشاهدينا الكرام شوفوا معايا هنا مليح من فضلكم، قلنا لكم برك باللي جبت حوالي نصف راس تاع كرومبيط، عفوا تاع شيفلور، نصف راس تاع شيفلور كنت سكرفشتو. يلا مشاهدينا الكرام قلت لكم كنت سكرفشتو سكرفاج في الخشينه عادي مباشره بالشكل هذا. دوك واش راح ندير له؟ راح ندير له ثلاث حبات تاع البيض، راح ندير له ثلاث حبات تاع البيض نلايمو به، واحد الله اثنين وهذا ثلاثة. فوالا طريقة سهلة. الحاجة الأولى مشاهدنا الكرام غادي نحطو عندي بارات الملح، راح ندير له قريصة تاع الملح، راح نزيد له نصف الكمية تاع المعدنوس راح نديرها دوكا ونصف الكمية نخليها أبخي. راح ندير له مشاهدنا الكرام هذوك زوج سنات ثلاثة تاع الثوم كانت مسكرفجة، قلت لكم عندي شوية راس الحانوت وعندي شوية كركم وسكنجبير وشوية فلفل الكحل. فوالا نبداو نخلطو بالعقل، نخلطو مليح هذاك الشيفلور نتاعي. إذا شفنا برك باللي البيض ما كفاش نقدروا نزيدوا له حبة بيض، دوك حنا نخلطو ونشوفو. نبداو نخلطو بالعقل، نبداو نخلطو عفوا مشاهدنا الكرام ونشوفو. نمسحو برك هنا، يلا قلت لكم نبداو نخلطو غير بالعقل، نقصو شويه الفرن باسكو شاعل بزاف باش ما يغلبناش طياب. فوالا قلت لكم مشاهدنا الكرام هذاك الشيفلور بعد ما سكرفجناه ودرنا له لي زيبيس راح نلايموه بالبيضه. درت حوالي ثلاث حبات تاع البيض ونشوف عيني ميزاني، اذا شفت بلي ناقص نقدر نزيد راني يعني نشوف فيه بلي راهو مليح. دوك واش راح ندير؟ عندي نصف باكي تاع خميره كيميائيه. قلت لكم علاش درت خميره كيميائيه مشاهدنا الكرام؟ باش ما ينشفليش في الفور ويجيني يابس، وراح ندير مغرفه تاع الفارينه. ندير مغرفه تاع الفارينه، هادي ماشي معمره مليح، ندير مغرفه تاع فارينه. يلا نخلطوا غير بالعقل المكونات نتاعنا. فوالا دوك واش راح نديرو؟ هاي طريقة، دوك راح نجيبو سنيوة اللي تدخل في الفرن. فوالا راني نشوف برك بلي البيض راهو مليح، إذا شفتو بلي درتو كمية كتر من تاعي تقدرو ديرو ربع حبات بيضة. يلا مشاهدنا الكرام شوفوا معايا هنا مليح من فضلكم، جبت انا سنيوة اللي تدخل في الفرن، اخترت هذه دائرية وانتم كل واحد يدير على حسابه. راح ندير لها كمية تاع الزيت، كنت درت لها ورق شفاف من قبل، درت هذيك الكمية تاع الزيت مشاهدنا الكرام، وراح ندور عليها مليح بالزيت باش نضمن بلي ما تلصقليش، باش نضمن مشاهدنا الكرام بلي ما تلصقليش. نحطها هنا على الجانب، نهبطو لافاغس نتاعنا ولا هذاك الكرومبيط اللي كنا سكرفجناه، نمشيوه هكذا بيدنا مليح، ما يكونش خشين بزاف، ماكسيمو ماكسيمو 1 سنتيمة، هاي كيفاش راح يكون. صدقوني برك هادي راح تجي روعة، صدقوني برك مشاهدنا الكرام كي تكون واحدة هكذا تشوفوها بلي هربت لكم في سكرفاج نحوها ونستبدلوها. يلا قلتلكم برك صدقوني برك مشاهدنا الكرام بلي هاد لو بلا راح يجيكم روعه. دوك واش راح نديرو؟ نقول لكم برك بلي رانا راني شاعل الفرن، لازم برك تحطوها وتساويوها هكذا بيدكم بالشكل هذا. يلا قلت لكم مشاهدنا الكرام نقول لكم بلي انا راني شاعل الفرن على 180 درجه. دوك ندخلوه هاد الكرومبيط، عفوا انا غير الكرومبيط وقيلا لا بروجان فوا نديرو حساب الكرومبيط مشاهدنا الكرام. يلا قلت لكم برك هاد الشيفلور نتاعي دوك ندخلو للفرن حتى وين ياخذ لي اللون الذهبي، طيب لي يتماسك لي مليح، ابخي نخرجوه ونشوفو الطريقه تاع المونتاج تاع ليكيم ونعاودو نرجعوه للفرن.
انا دوكا ندخلوا الفرن مشاهدينا الكرام، نروحوا فصل قصير نرجعوا لكم باش تشوفوا نكملوا الوصفات هذا وميم طو عندنا بسكوي بالتمر ضرب عليه كيبا. فصل قصير نرجعوا لكم. يلا مشاهدينا الكرام رانا رجعنا لكم بهذه الطاوله المتواضعه باعدادكم انتم اللي مديتونا من وقتكم. بالنسبه للكرات هذاك عفوا بالنسبه للطاجين الشيفلو اللي كنا خدمناه كيف كيف سقوني بلي جا روعه. يلا شوفوا برك ثاني مشاهدينا الكرام بالنسبه لهذيك الكرات تاع الشيفلو اللي قلت لكم جاكم جانا خدمناه على طريقه بيتزا. شوفوا برك درنا له لو تام اللي تحته بالشيفلو ما يبانش قبل لي شيفلو راه اللي شاف لا بريزونطاسيون مع الاخر وما شافش الحصه كيفاش كانت ما يبانش كامل باللي شيف. راح نفد لكم برك واحده شوفوها برك كيفاش تبان لكم صدقوني باللي روعه. شوفوا برك يلا عفوا قطعتها ديجا من قبل. شوفوا ثاني كيفاش تبان طايبه الله الله ما شاء الله. وبالنسبه للمن فوق ثاني درنا لها قلت لكم الحشو تقدروا ديروا واش حبيتوا بالنسبه لاكومبانيومون نتاعكم. وبالنسبه للبسكوي اللي كنا خدمناه كيف كيف يجيكم روعه. هذا ليكيبا هذا غير تاع قهوه حليب انا كنت قدمته انا مع شويه شوكولاته تغطيني. نهايه الحصه نقول لكم قدعوا فيها دائما لبرنامجكم واش نطيبوا اليوم. تحيه كبيره لكم مشاهدينا الكرام اللي راكم تعطونا من وقتكم وتحيه كبيره للطاقم الفني والتقني وليكاميرامان وماكيوز ولياس اللي مصباح هو يدوق وزهره مصباح يتعاون فيا. تحيه كبيره 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 لكم ليكيب. قلت لكم برك استناونا دائما باعداد جديده ووصفات جديده. سلام.